الإضافات اللي تمت الجديدة على السيارة، صار في عنا عجلات معدنية قياس 20 إنش 305-35-20، حتى بالنسبة للقسم الخلفي للسيارة بيرلي بي زيرو مع العجلات العريضة 305-35-20. هيدا العرض بالإطارات والعجلات المعدنية عطينا تحقيق أرقام أفضل بالنسبة للكوارتر مال، يعني الربع ميل من 0 ل 400 متر كانت بالأول 11.2، هلا صارت 10.9، لأنه صار في عنا جريب أفضل وثبات أفضل، هذا اللي عطى الأداء الرياضي. وحنختبر هلا لقدام نشوف شو يعني 707 هورس باور من كاليفورنيا لوس أنجلوس بمنطقة موهافي. خليكم معنا لنشوف الأكشن وتابعونا. ما شفنا مع سيارة الهيلكات التشالنجر الوايد بودي، يعني العجلات المعدنية والإطارات العريضة 305-35-20، بالنسبة للقوة الميكانيكية 707 هورس باور و 881 نيوتن متر من الهزم وناقل الحركة من 8 سرعات. هالإضافة على السيارة هي عطتنا سهولة التحكم والسيطرة بالسيارة، مثل ما شفنا أثناء المناورة والدخول المنعطفات بالسرعات عالية والدريفتنج بالسيارة كانت سهلة نتحكم بهالنيوتن متر لأنه في عنا عزم كبير. ونحن من الشارع السابع بلوس أنجلوس بنحب نودعكم بصوت مميز لهاي السيارة، اللي أكيد هذه السيارة بتذكرنا بحقبة الماسل كارز السيارات الأمريكية. وبتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإلى اللقاء بحلقة جديدة. خلينا نسمعكم الصوت، وإذا عندكم أي تعليق راسلونا على arabwiz.net. إلى اللقاء.